من ضياء الدين بلال في زاويته بالعين الثالثة إلى شمائل النور في العصب السابع هذا اليوم بعنوان المواصلات. تبتدر شمائل النور هذا المقال أو هذه الزاوية وتقول: من غرائب الأشياء التي لا يوجد لها تفسير منطقي أن شوارع الخرطوم تصاعدت حدة الازدحام فيها بالتزامن مع أزمة المواصلات الطاحنة، وهذا ما بات محيرا للجميع. غياب شبه تام للحافلات والباصات وازدحام مروري مستمر. وتمضي شمائل فتقول: نقل موقع باج نيوز عن غرفة النقل والمواصلات بالخرطوم أن نسبة الحافلات التي تعمل بخطوط الولاية لا تغطي 30% من الحاجة الحقيقية للمواصلات، وهذه النسبة تبدو معقولة في الغياب شبه الكامل للحافلات، لكن الغرفة عزت الأزمة لانعدام الجازولين. وتواصل شمائل بالقول: الجازولين أزمة غير مستمرة على النحو الذي يمكن أن يكون هو السبب في أزمة المواصلات، فهنالك فترات ينعدم فيها الجازولين أو يشح، لكن سرعان ما يصبح متوفرا. غرفة النقل قالت إنها تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء طالبت فيها بفتح الاستيراد لمركبات النقل والإسبرات وإعفائها من الضرائب والجمارك ما يسهم في فك هذا الاختناق. تستمر شمائل النور في هذا الطرح وتقول وتطرح خطوتين لحل مشكلة المواصلات بقولها: تحديد وتسمية أسباب هذه الأزمة غير المفهومة للغالبية هي الخطوة الأولى. هل المشكلة تتعلق بأصحاب المركبات؟ ينبغي الجلوس معهم والاستماع لمشاكلهم ومقترحاتهم التي لن تخرج عن زيادة التعرفة وتقديم بعض الإعفاءات فيما يتصل باستيراد قطع الغيار وفقا لحديث غرفة النقل. وتختتم شمائل زاويتها بطرح الثانية بالقول: أما على المدى البعيد فالحل هو أن تضع الحكومة يدها على قطاع النقل، أن تصبح شركات النقل حكومية كما هو الحال في البلدان، أن لا تصبح حركة المواطن تحت رحمة القطاع الخاص. السخط والغضب الذي تثيره أزمة المواصلات يوميا وبذرة سخط ضد الحكومة كليا، تقول شمائل النور.